السلام عليكم ومرحبا بكم معايا دائما على قناتي فنون طبخ مع حنان. الكيكة ديال اليوم اللي بغيت نشاركها معكم كتجي على هذا الشكل، هذا كتجي رائعة، نتمنى انكم تجربوها. ما تنساونيش بلي كومونتير ديالكم وباللايكات ديالكم، واللي ما شاركش القناة ديالي مازال مرحبا به، راه كتجي على هذا الشكل هذا. يلا هو ما نكثرش عليكم الكلام، نمروا باش نشوفوا هاد الكيكة الرائعة مع هاد الكلاصاج الرائع. يلا هو نبداو على بركة الله، نمروا لطريقة التحضير. غادي نمروا لتجهيز الحلوة ديالنا. غادي نبداو على بركة الله. غادي نحتاجو في هاد الكيكة عندنا 3 ديال البيضات، عندنا هنايا كاس ديال الماء يكون سخون، يعني غادي نعبروا بنفس الكاس. هنا في الحقيقه كنستعملوا كاس ديال السكر، انا ما غادي نديروا فيها الشوكولات الكلاصاج في الفوق الشوكولات، بغيت نقص شويه ديال السكر، اللي بغى يستعمل كاس كيمكن له. هنا كاس الا ربع ديال الزيت، كاس الا ربع يعني ماشي مملوء كاع، غادي تخلي واحد شويه ناقص. وهنا كاس ديال الكاكاو المر، من الاحسن يكون الكاكاو المر. وعندنا هنايا غادي نحتاجو كذلك جوج كيسان ديال الدقيق، جوج كيسان ديال الدقيق، وكيبقى الدقيق يقدر تستعملو اكثر من جوج كيسان، يعني الا كان الحجم ديال البيض شويه كبير. هادو هما المكونات. وعندنا خميره الحلوى هنا من فئه 14 غرام. غادي نبداو على بركه الله. بسم الله. طريقة عادية، غادي نديرو البيض اولا. بسم الله. هاد الكيكة صراحة كتجي زوينة بزاف بزاف، وداك الكلاصاج اللي كنديروه من الفوق يعني كيخليها كتجي رطبة وهشيشة وبحال الا سقيناها. يعني تابعوا معايا باش غادي تشوفوا المكون ديال داك الكلاصاج اللي غادي نديروه من الفوق. غادي نضيف انا السكر، كما قلت لكم انا ما استعملتش كاس كامل، يمكن لكم الا بغيتوا تستعملوا كاس كامل كيمكن لكم، انايا فضلت انني نقص شويه ديال الحلاوه مادام غادي نستعمل فيها الشوكولات. غادي نضيفوا الزيت وحنا كنخلطوا دائما، اللي بغى يخلطوا بالدراب اليدوي كيمكن له، واللي بغات تخلط بالدراب الكهربائي كيمكن لها، يعني لكم الاختيار. هنا غادي نضيف الكاس ديال الماء، يعني ضفت كاع المكونات والمواد اللي ناشفه غادي نخليها حتى الاخير وكنضيفها. غادي نجي هنا باش نضيف المكونات ديالي الناشفه، هنا كنحاولوا نخلطها شويه مزيان هكذا هاد المكونات، ونبداو كنضيفوا الشوكولات الاول. حنا كنخلطوا دائما، ومن بعد كنضيفوا الدقيق وخميره الحلوى، يعني عادي كيف ما كنوجدوا اي كيكه تقريبا. غير شنو هو انايا داك، يعني هذاك الكلاصاج اللي غادي نستعملوه من الفوق يعني غادي يعطي لنا واحد النكهه زوينه بزاف. صافي هنايا خلطنا الشوكولات مزيان، كما كتلاحظوا الشوكولات المر كيعطيها واحد اللون زوين. غادي نضيفوا هنا الكاس الاول ديال الدقيق، كما لاحظتوا كاس عامر، كذلك غادي نضيفوا الكاس الثاني كما قلت لكم، وغادي نشوفوا واش غادي نحتاجوا نزيدوا، يعني واحد زوج معلقات اولا ثلاثه اولا لا. هنا غادي نضيف خميره الحلوى هنا فوق منها، يعني ردوا البال شي مرات كتكون هاد الخميره تاع الحلوى هكذا مكونين فيها هكا حبيبات، يعني باش ما تبقى لكمش هكاك في الكيكه كتخسر المنظر ديال الكيكه، وكذلك الكيكه ديالكم ما كتطلعش مزيان. انا سمحوا لي اني كنت ضفت شويه ديال الملح في الدقيق، دائما انا فاش كنغربل الدقيق كنضيف شويه ديال الملح باش ما ننساهاش، كنضيفها
انا هنايا راه متكونه لي شويه ديال الحبيبات، لهذا كتشوفوني كنفرت فيها قبل ما نخلط على هذا الشكل. ويمكن لكم تغربلوها مع الدقيق، يعني دوك الحبيبات كي ما كيبقاوش. انا نسيت ما غربلتهاش معاه، لهذا كما لاحظتوا كنت كنفرتت فيها. صافي هنا هذا هو الخليط ديالي كما غادي تلاحظوا. صافي الخليط ديالي راه هو هذاك، يعني ما غاديش نحتاج نزيد نضيف كثر ديال الدقيق، هو هذا الخليط اللي بغيتو بهذا القوام هذا كما كتلاحظوا. هكذا نخلطوها مزيان. صافي غادي نمروا هنايا نجيبوا واحد القالب ديال الكيكه اللي غادي ندهنوه بطبيعه الحال. انا كما كتلاحظوا هنا استعملت واحد القالب اللي دهنته بالزبده وزدت له والفرينه دقيق. تقريبا هذا القالب فيه 20 على 30، يمكن لكم كذلك الا بغيتو تستعملوا قالب دائري كيمكن لكم. صافي هنايا غادي ندير الفرن ديالي، راني دايرته على 180 درجه الحراره. وكما كنقول لكم دائما زعما كل وحده كتعرف يعني الطياب ديال الفرن ديالها. هذه راه تاخذ تقريبا واحد نصف ساعه ديال الطياب حتى ل 45 دقيقه، يعني على حسب الفرن ديالكم. المهم كتردوا لها البال، فاش كتشوفوها طابت صايي كتحيدوها. صافي انا هذه هي الكيكه ديالي، غادي نديرها نحاول نسرحها هكا وغادي ندخلها الفرن ونتلاقاو باش نشوفوا تتمه الكيكه ديالنا. غادي نمروا باش نشوفوا العناصر تاع التزيين. غادي نحتاجوا للتزيين ديال هاد الكيكه، هنا عندي تقريبا 250 غرام ديال الشوكولات، لكم الاختيار بغيتو تستعملوا الشوكولات ديال الحليب، بغيتو تستعملوا الشوكولات الاسود، كيبقى داكشي على حسب الذوق ديالكم. معلقه صغيره ديال الزبده، غادي هنا كاس الا ربع غادي نحتاجوا ديال هنايا، سواء بغيتو تستعملوا القوقاو او اللوز او لا كتحمروه وتهرمشوه، يعني اللي موجود عندكم يمكن لكم تستعملوه. هنا كاس الا ربع ديال الحليب، كيمكن لكم الا بغيتو ما تستعملوش الحليب بغيتو تستعملوا الكريمه ديال الخفق السائله كيمكن لكم. انا استعملت هنا الحليب. غادي نبداو ناخذ واحد الكاسرونه غادي نديرو فيها هاد الشوكولات ديالنا، وغادي نضيفو الملعقه ديال الزبده ونضيفو كذلك الحليب، وغادي نخليو هاد الخليط حتى كيدوب تماما، عاد كنضيفو له القوقاو. صافي انا رديت هنايا هاد الخليط على العافيه، ما غاديش تستعملوه في حمام مريم، غادي تردوه مباشره على العافيه، غادي تخليوه حتى كيدوب هاد الخليط اللي درناه، حتى كتذوب هاد الشوكولات وكتخلط مع بعضياتها وتجانس. عاد كنضيفو لهم داك الكاس الا ربع ديال القوقاو اللي حيرتو وطحنتو بطبيعه الحال. هنا كما كتلاحظوا ها هي الشوكولات ديالنا دي دابت صايي، وديك العناصر كلها جانست مع بعض وتخلطت، ها هي كتشوفوا على هذا الشكل. هذا غادي نجي هنا مباشره ونضيف داك الكاس كما قلت لكم ديال اللوز او الجوز او لا، يعني اللي بغيتو واللي متوفر عندكم في البيت تقدروا تستعملوه، يعني كتكونوا حمرتوه وطحنتوه، حمروه فقط في الفرن يعني، ومن بعد كطحنوه. صافي كيجي على هذا الشكل. هذا هو الخليط ديالي كما كتلاحظوا. الا بغيتوا هاد الحبيبات ديال القوقاو او اللوز تجي باينه اكثر يمكن لكم غير تهرمشوها. انا هنايا ما بغيتهاش تجي باينه بزاف، يعني هرمشتها شويه رقيقه، هيا كما غادي تلاحظوا.
صافي غادي نمر هنايا باش غادي نسقي الكيكه ديالي. هنا كما كتلاحظوا هذه هي الكيكه من بعد ما خرجناها من الفرن، يعني خليتها واحد شويه ماشي بزاف يعني بردت فقط شويه. انا هنا كما غادي تلاحظوا غادي نحاول، الا كان عندكم حتى واحد غيعود مثلا يمكن لكم تثقبوا به اولا بالفرشه كما درت انا هكا. يعني هنا هاد العمليه فقط باش غادي تشرب لنا داك الخليط اللي وجدناه، يعني وكتجينا كما نقولوا منفخه كتجي رطبه يعني من الداخل. هذا هو الدور ديال هاد العمليه. صافي هي هادي، هذا هو الخليط ديالنا مباشره من بعد ما نزولو على العافيه. كنحاولوا هنا كما كتلاحظوا بحال هاد الشكل، ها هو مازال سخون، غادي نحاولوا نوزعوه فوق الكيكه. هاد الكيكه صراحه يعني راه عملت ضجه في الفيسبوك وفي جميع في ال ال عفوا في جميع ادوات التواصل الاجتماعي، يعني عملت واحد الضجه في الفيسبوك في الواتساب في تويتر، يعني عملت واحد الضجه. قلت لي ما لا غادي نسيها حتى انا معاكم. صافي كما هذا الشكل كما غادي تلاحظوا غادي تحاولوا تقدوها كامل على الوجه ديال هاد الكيكه باش تحصلوا على طبقه متساويه. راه كتجي زوينه بزاف بزاف يعني لذيذه خاصه محبين تاع الشوكولات. يمكن لكم كذلك هاد الكيكات يمكن لكم كذلك ديروها بالنسبه للاعياد الميلاد، يعني ملي كتصاوبوا شي طارطه اللي كديروا بها عيد الميلاد كتزيدوا مثلا هذه مرافقه، خاصه الوليدات كيبغيو بزاف الشوكولات وحتى حنا الكبار كنبغيو، يعني الصراحه نتاع نقولوها حتى حنا الكبار كنبغيو الشوكولات راه ماشي غير الوليدات. صافي كما كتلاحظوا هذا هو الشكل ديالها، كما كتشوفوا هاد الحبيبات اللي كتعطيها واحد المنظر رائع جدا ديال الشوكولات، كتعطيها واحد المنظر زعما زوين بزاف بزاف. وكتبقى هذه فكره يعني مغايرة الكيكات. غادي ندخلوها للثلاجة نخليوها حتى تبرد مزيان مزيان عاد نمرو باش نشوفو طبق التقديم ديالنا. هنا هذه هي الكيكة ديالنا من بعد ما بردت كتجي على هذا الشكل. هذا كما كتلاحظوا داك الكلاصاج اللي كنديروه من الفوق وكيكون هكا، يعني فيه دوك الحبيبات اللي ديال القوقاو اولا ديال اللوز كيجي على شكل ديالها جميل. وغادي نحاول هنا باش نقطع معكم واحد المورسو كما كتلاحظوا. هنا من بعد ما خرجتها من الثلاجه يمكن لكم تحتفظوا بها مده طوال الا بغيتو كتجي الا بغيتو تجي ديك طبقه ديال الشوكولات يعني بحال اللي مجمده يمكن لكم تحتفظوا بها مده طوال. هنا كما غادي تلاحظوا انا يعني نحيد واحد المرصه، شوفوا كي كتجي الشكل ديالها على هذا الشكل. هذا هاو كما تلاحظوا هذا هو الشكل ديال الحلوه ديالنا، شوفوا كي كتجي على هذا الشكل. هذا يعني راها صراحه كتجي رائعه، المنظر ديالها كيجي زوين بزاف بزاف، يعني نتمنى انكم تجربوها ونال الاعجاب ديالكم. هذا هو الشكل النهائي ديالها تاع الحلوه ديالنا، هذا هو الشكل ديالها. البنات نتمنى انكم تجربوا هاد الحلوه، راه كتجي لذيذه بزاف بزاف بزاف، كنتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم وتخليولي لي كومونتير ديالكم.
وما تنساوش تشاركوا في القناة ديالي اللي باقي ما شاركش، مرحبا به. نتمنى نتلقى العديد من اللايكات والبارتاج ديالكم باش تشجعوني هكذا نعطيكم دائما المزيد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.